السلام عليكم ومبروك عليكم هذا النهار. اليوم غادي نشارك معكم يعني عدة وصفات للايدين، يعني مقشرات او مبيضات اللي كيلقوا خصوصا يعني فصل الخريف، كما يعني دايره لو تيرم ديال فصل الخريف. هاد الوصفات هادو اللي انا معتمدهم يعني شخصيا، يعني ما كتاثر فيا لا كوزينه لا ما لا غسيل لا تجفاف لا حتى شي حاجه، يعني كيبقاو الحمد لله الايدين ديالي كما كتشوفوا يعني كيبانوا يعني بحال راه عمرهم ما قاسوا الماء، ما عمرهم ما دخلوا الكوزينه. ويعني هادشي باش غير بهاد الوصفات اللي انا كنداوم عليهم، يعني الوصفات الطبيعيه وكما شو يعني هذه واحد النقيشه اللي باقا خضراء. انا يعني تساليت الفيديو عاد درت المقدمه هذه، يعني الاخوات اللي سولوني على الطريقه ديال النقش بهاد الورق اللاصق ولا هاد النقشه اللاصقه، يعني جاوني بزاف ديال التساؤلات وبغيت يعني نجاوب الاخوات، نجاوبهم كاملين يعني في فيديو بحال هكا في الاخير. بالنسبه للاخوات اللي ما كيهمهمش الامر، يعني كاينه واحد دقيقه ولا دقيقه ونص في الاخير، يعني كنجاوب البنات وكنوريهم كيفاش هاد النقشه كندير ليها. غادي نخليكم يعني تبداو الفيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعني باش يفيدكم كيف ما كنقول دائما ويعجب الاخوات. غادي نبداو على بركه الله. الوصفه الاولى اللي غادي نديرو عندنا مكون واحد ولكن راه غزال البنات، عندنا الحليب، هذا هو المكون الوحيد اللي عندنا في هذه الوصفه. اول حاجه كناخذ يعني اما بونجا بحال هكايا او لا شيتا، كنغطو هاد البونجا مزيان على ايدينا وكندوزوها على الايدين على هاد الشكل. وكنخليو يعني هاد الحليب هذا بحال هكا في الايدين المده ديال 4 ساعة حتى يبان لنا بلي داك الحليب كما عارفين يعني كيكرم. غادي نخلي ايدي بحال هكايا حتى تكرم مزيان ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا اشنو غادي ندير من بعد. من بعد ما كدوز 4 ساعة يعني كنحسو بالايدينا يعني داك الحليب كيتجمد عليها كيكرم عليها شي شويه، كنبداو ديك الساعه بهاد الحركات هكا دائريه كنماسيو في الايدينا، وفي نفس الوقت يعني كنحيدو ليها كاع جلد الميزة، كنحسو يعني راه كنحسو باللحم ديالنا يعني وحنا كنماسيو بحال هكا كنحسو بالجلد ديالنا يعني كتجبد وكتحيد منها كاع الجلد الميتة اي حاجه يعني كما كتشوفوا. عرفت واش باينه يعني في الكاميرا ولا لا؟ يعني كتهز لينا بحال كتحسي يعني بالجلد بلي راه كتهز كتشوفوا. كنبقى مستمره على هذا الشكل بحال هكا كما كتشوفوا، يعني الحليب بوحدو راه وصفة رائعة. شوفوا يعني كاع ديك الجلدة الميتة اللي عندنا في اليد ديالنا كتهز هنا، يعني في هاد البلاصات المرافق كنديرو بواحد الحركة هكا دائرية والفرق يعني كيبان من أول استعمال كيبان الفرق. من بعد غادي نغسلها بالماء الدافي ونتلاقاو ان شاء الله بالماء الدافي ونعاود نغسلها بالماء بارد. من بعد ملي كنغسلو يعني بالماء الدافي وكنعاود نغسلها بالماء بارد كما شفتو، كندير لها هذيك الساعه يعني اما الكريم ديال الايد ديالي هو هذا بالنسبه للاخوات اللي سولوني عليه وهذا اللي كنستعمل، ولا ما كانش يعني كندير فازلين اولا كندير زيت الكوكو، مهم كنعاود نرطبها يعني باي زيت يعني من بعد داك التقشير اللي درنا ليها كما شفتو يعني جلدة الميتة كانت تحيدت يعني بواحد الشكل يعني كتبان، كنعاود يعني ندير ليها المرطب وكما شفتو يعني النتيجة راه باينة كتخرج الايد رطبة يعني ونقية ويعني وكما كتشوفو يعني البياض فيها زوينة.
بالنسبه للوصفه الثانيه اللي غادي نطبقوا اليوم، عندي هنا تخا ديال القهوه، يعني القهوه من بعد ما كنعصروها ولا كنطيبوها يعني كناخذوا ليها التخا ديالها، وغادي نضيف ليها واحد معلقه ديال الزيت البلديه. غادي نخلط مزيان، يعني هادو هما العنصرين اللي عندنا اليوم، التخا ديال القهوه والزيت البلديه. وغادي نبدا نحط هاد الشيء على ايدي على هاد الشكل بحال هكا، وغادي نخليه واحد 15 دقيقه بحال هكا، يعني حنا دايرينها على ايدينا بحال هكا. ومن بعد غادي نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما تدوز هذيك 15 دقيقه. بعد ما كدوز ليك 15 دقيقه، يعني هذاك الجلده ديال ايدي يعني كتشرب هذيك القهوه وهذيك الزيت، كنبدا بحركه دائريه كالماسي بحال هكا، يعني كنحفز الدوره الدمويه ديال الايدي مزيان، وفي نفس الوقت يعني كنحيد كاع الجلده الميته. هاد المقشرات البنات اللي انا كندير دابا الايدي اولا هاد الماسكات هادو راهم لايقين حتى للبشره ديال الوجه، يعني كنبدا بحركه دائريه على هاد الشكل بحال هكا كنماسي في ايدي. ومن بعد كنغسل ايدي بالماء الدافي ونعاود نغسلها بماء بارد، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. من بعد ما غسلت الماسك ديالي ديال القهوه والزيت البلديه كما شفتوا، يعني كتخرج الايد غزاله كما كتشوفوا، يعني النتيجه راها كتبهر. بالنسبه للوصفه المواليه والاخيره، عندي هنا اليوغرت دياغورس او دانون طبيعي، وعندي هنا بيكن باودر خميره ديال الحلوه، اما نستعملوا هذه ديال الحب اما ناخذوا هذيك الخماره الحمراء، الحمراء حتى هي مزيانه. غادي ناخذوا واحد نص معلقه في معلقه ديال دانون، نص معلقه من الخميره في معلقه ديال دانون. هذه الوصفه هذه راه رائعه للناس، تفتح البشره. غادي نخلط هاد الخميره مع هاد الدانون مزيان، غادي ناخذ واحد الشيته بحال هكا وغادي نابليها على، انا ما بغيتش نخدم في هاد الايد كما شفتوا، يعني الحنه بدات كتمشي ليا باش ما تخدمش في هاد الايد، داكشي علاش غادي نخدم على يسريه. وغادي نبدا نابلي هادشي على ايدي. الخلطه هذه راها رائعه رائعه بزاف، تفتح البشره كما قلت لكم. يعني معلقه ديال اليوغرت في نص معلقه من الخميره ديال الحلوه راها كافيه باش تغطي لينا الايدين ديالنا بجوج. على هذا الشكل. وغادي ناخذ واحد البلاستيكه، اما ناخذ البلاستيكه على هذا الشكل اولا ناخذوا هذاك البلاستيكه اللي كدور، والله ما عرفت سميتها مشات ليا. وغادي نخلي ايدي بحال هكا لمده ديال 15 دقيقه،
من بعد 15 دقيقه نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا النتيجه. من بعد ما كدوز 15 دقيقه كنلقاو هاد البلاستيكه يعني راها كرمت لينا على ايدينا. هاد الوصفه هادي راه نمبر واحد عندي انا يعني المفضله. كنبداو بحركه دائريه كيف العاده، كنمصيو هذاك اليوغرت مع الخميره ديال الحلوه، نمصيو به الايد ديالنا مزيان. هذا الشكل بحال هكا، كنركزو على هاد المرافقات هادي يعني ضد هذيك التجاعيد هذوك اللي كيكونوا عندنا في الصبيعات هكا. هاد الوصفه راه رائعه اليوم بالنسبه للاخوات يعني اللي كيبانوا لهم يعني ايديهم فيهم دوك التجاعيد. هاد الوصفه هادي راه رائعه رائعه لهاد الايد يعني بصفه عامه. ومن بعد غادي نغسلها بالماء الدافي ونعاود نغسلها بالماء بارد ونطلقوا ان شاء الله باش تشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله. من بعد يعني ما كنغسلو ايدينا بالماء الدافي ونعاودوه بالماء البارد، كنعاودو يعني نديرو الكريم ديال الايد ديالنا او الفازلين كيف ما يعني كنقول في جميع الفيديوهات ديالي، او زيت الكوكو. المهم كنعاودو نرطبو البشره ديالنا، يعني كنعاودو نديرو شي مرطب اللي كيرطب لينا البشره ديالنا. كيما شفتو يعني النتيجه راه كتكون باينه كيما شفتو. هادو هما الوصفات يعني اللي شاركت معكم. بغيت نشرح شي نقاط لبعض الاخوات يعني اللي كانوا شافوا هاد الحنه هذه اللي كندرسها في هذا اجواء ديال عاشوراء. دابا راه بدات كتمشي، غادي نحاول نشرح لهم بزاف النقاط حيت سولوني بزاف الاسئله. كناخذوا اللصقه اللي كتكون على هاد الشكل بحال هكا، يعني راه كيكونوا فيها رسمات يعني زويونين، يعني كيكونوا رسمات زويونين، يعني كاينه اللي كتكون الايد كامله، كاينه اللي كتكون بحال هكا. هادو يعني بالنسبه للاخوات اللي بحالي مهبولين على الحنه وما كيعرفوش ينقشوا، كيتباعوا بحال هكايا. بالنسبه للاخوات يعني لقيت بلجيكا في هذا، انا ما عارفاش يعني المحلات، ولكن اكيد غيكونوا عند الاخوات يعني الصحه اللي عند الناس اللي كيبيعوا هادشي العرب. لحقاش هادشي يعني راه ديال العرب. هادي الحنه ديال الهنود هي اللي كتكون بحال هكا مخلطه وكيكون فيها اللوينات. انا كناخذ هاد اللون هذا اللي كيجي قريب للحنه ديالنا، يعني كتكون اما كحله اما خضراء، فهمتوا يعني كتكون فيها شي لوينات. انا هذا هو اللون اللي كيجيني، يعني كيكون هذا ريد كيكون بالحمر زعما مكتوب عليه حمر، كيجيني بحال ديال المغرب. دابا غادي نوريكم يعني الطريقه ديالها راه ساهله. غادي نحاول هاد النقشه هادي، علاش انا كتبقى لي يعني مده طويله، اما هي راه كتحيد على يومين 3 ايام 4 ايام كاع، يعني خصوصا العيالات اللي يعني كيخدموا بالماء وهذا كتحيد. انا كنعاودها فهمتوا، هذا هو السر ديالها، يعني كنعاودها يعني فيما كتبان لي دابا انا بدات لي كتمشي، ما بغيتش نعاودها يعني باش نشارك مع الاخوات باش يعرفوا يعني شنو العيبه اللي كندير. كنعاودها يعني كناخذ نفس النقيشه اللي درت هي هذه، وكنعاود نحطها يعني كنركز معها شي شويه باش كنحطها يعني بنفس الطريقه. ساعة وجا شي شوية، يعني حنا كنتحكمو في هاد اللصاقة كيما بغينا. كيما شتو يعني لصقتها عليها نفسها، وكنبدا نعمر كنعمر هادوك الخاويات، وانا كنشوف يعني راه كنحطها على ديك النقشة اللي كانت قبل. كنستمر بحال هكا حتى كنكملها كامله، يعني ما كطلبش لي حتى الوقت. على هاد الشكل من بعد ما عاودتها كامله صافي وكنحيد. شتو كترجع يعني من جديد النقيشه كما شتو، يعني كترجع من جديد جديده بحال يلاه ناقشاها.
غادي نخليها شي شويه تكرم. ملي كتكرم يعني هذيك الحنه من الفوق يعني كتعود بحال بلاستيكه، يعني الا كانت شي حاجه زايده هي كنقشرها بحال هكا وهكا. يعني كنتمنى يعني هاد الوصفه ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم، لحقاش فعلا يعني وصفات غزالي للخريف. وكان نودعكم يعني في يد الله. وبالنسبة للأخوات يعني الباقي ما ضموش العالم غزلان، يضغطوا على الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو ويفعلوا الجرس باش يوصلهم أي جديد ديالي. وكان نودعكم في يد الله.